أنا زينب محمد سعد، اتولدت 4 مايو 1912 في حي الجمرك في اسكندرية، من أسرة على قد حالها. وبعد ما أخدت الشهادة الابتدائية أبويا قال لي لأ، ما فيش عالم تاني، يعني كنت واخدة الشهادة الابتدائية، كنت متعلمة مش زي الناس ما كانت بتقول إن أمية. وبعد موت أبويا وأنا عندي 13 سنة، عمي أكبرني اتجوز ابنه الدكتور اللي كان أكبر مني ب17 سنة. طبعا بعد الجواز كان بيضربني كل علقة والتانية، وكان بيعاملني معاملة زي الزفت. طبعا ما استحملتش والجوازة ما كملتش كتير وأصرت على الطلاق. هم 11 شهر وكنا مخلصين. كان ليا واحدة صاحبتي بحبها جدا اسمها خيرية صدقي، قالت بقولك يا بنتي يا زينب، طالما انت بتحب المغنى قوي كده تعالي احيي الأفراح الشعبية من ورا أهلك، وهو هتطلعي لك بقرشين ينفعوكي. وفعلا بقيت احيي الافراح الشعبيه في اسكندريه، بس طبعا عمي عرف واداني وقتها علقه سخنه وقال لي لو عملتي كده تاني هقتلك. راحت خيريه قالت لي ولا يهمك يا بت، تعالي احنا نسيب لهم الدنيا وما فيها ونهج على لبنان مع فرقه امينه عطله. وسافرت واشتغلت هناك مونولوجيست واتشهرت قوي، وكمان بقى ليا جمهور. لحد ما في يوم وانا بغني على المسرح طلعت مغنيه وجابتني من شعري، قعدت تضربني ضرب، كل ده علشان غنت اغنيتها من غير ما استاذنها. الموضوع ده حز في نفسيتي خالص، وقلت خلاص يا بت ملكش عيش في البلد دي تاني، واخدت بعضي ورجعت تاني على مصر. في الفتره دي اتجوزت من الملحن ابراهيم فوزي، وهو كان قريب صاحبتي خيريه، بس الجوازه برضو ما استمرتش كتير. اشتغلت في فرقة الريحاني كومبارس، وفي يوم الست بديعة مصابني كانت مرات نجيب الريحاني، شافتنا انا وهند رستم في وسط المجاميع وقالت له انا عايزة البنتين دول. طبعا هو ما كانش يقدر يرفض لها طلب، كان بيموت فيها، وهي اصلا كانت شخصية جبارة. غنيت انا في الكورال، وساعات كنت بشتغل في الكباري مع بديعة. وفي يوم بديعة قالت لي خد يا بت انا هعلمك الرقص وترقصي جنب تحية كاريوكا وسامية جمال. وافقت في الأول، لكن بعد فترة قصيرة قررت أن ألغي الرقص من حياتي تماما، وقلت البديعة أنا بحب التمثيل ومش عايز أرقص. كنت شجاعة أني وقفت قدام بديعة ورحت للريحاني قلت له يا أستاذ أنا مش عاوز أشتغل مع الست بديعة، أنا عاوز أمثل خصيمك النبي جربني. وحظي الحلو أن ماري مونيب اعتذرت في يوم عن عرض المسرحية علشان كانت عيانة، فما فيش قدام الريحاني قرر انه يدي الدور ليا، وفاجئت الناس كلها باداء الجبار. فالريحاني طلب من بديع خيري انه يكتب لي دور الخدامه في نفس المسرحيه سنه 1935. فلما نجحت مع الريحاني قال لي يا بنتي يا زينب هنغير اسمك. قلت له خلاص انا هسمي نفسي زينب صدقي على اسم البنت صاحبتي. قال لي ماشي، بس في ممثله تاني اسمها زينب صدقي. خلاص هسميكي زينات صدقي. رحت نجحت نجاح كبير قوي، ودخلت السينما من اوسع ابوابها، وبقيت اشهر كوميديانة في السينما كلها، لدرجة ان المنتجين كانوا بيتفائلوا بيا وكانوا بيجيبوني في افلامهم علشان تنجح. وكانت كل امنياتي في الحياة ان ابقى ام. في حوار صحفي كان معايا قلت له انا عاوزة اتجوز ويبقى معايا عيال واطبخ واغسل، لكن ربنا ما اردش. فلما اختي التانية خلفت بنت على 13 ولد مش فاهمة ايه الرقم ده، قلت لها انا هاخدها واربيها، وعاشت نادرة معايا لحد ما اتجوزت وخلفت توأم طارق وعزة، كنت بعتبرهم احفادي وكانوا هما كل حاجة ليا في الدنيا. يمكن من كتر دور العانس اللي عملته في الادوار في افلامي الناس صدقت اني عانس بجد. بس انا اتجوزت 3 مرات، والجوازة التالتة دي كان حكايتها حكاية. كان في ضابط من الضباط الاحرار كل يوم كان يجي المسرح ويقعد في الاول ويبعت لي ورد، وراح للريحاني وقال له انه معجب بي. الريحاني قال له لا بقولك ايه، زينات دي زي القطر مش بتاعت لف ودوران. جه الضابط وقال لي ما تعزميني على فنجان قهوه عندك في البيت. قلت له بيت بيت ازاي، انا ما قابلش رجاله في بيتي ابدا. قال لي اعزميني واعتبريني من الفرقه بتاعتك. اصلا انا كنت متعوده ان اعزم الفرقه بتاعتي كل اسبوع. فراح معاهم فعلا وطلبني للجواز. المفروض ان الجواز كان شرعي ومعلن زي ما الناس قالت، وان فرقه الريحاني وعمي كلهم حضروا حفله الجواز، بس الجواز كان من ورا اهله. هو كان ابوه لواء وعمه عمده في الصعيد، لكن مش هقول ابدا على اسمه ولا هو مين. طبعا راحت دماغكم لعبد الحكيم عامر، بس لا مش هو خالص،
الغريب ان الجواز كان معلن وحضروا ناس كتير قوي، ولا حد منهم في يوم من الايام وقع بلسانه وقال هو كان مين، برغم ان كنت متجوزاه 13 سنة، الا ان اسم جوزي ده مجهول لحد دلوقتي، ودي حاجة مستحيلة لان احنا شعب ما بيتبلش في بقه فولة. المهم ان انا حملت منه بالطفل بس اجهض، وقلت له عمري ما احمل منك الا لما ابوك واهلك يعرفوا، اصل امه واخواته عرفوا بالجواز بعد 9 سنين، لكن ابوه لا، وبعد 14 سنة جواز طلب مني ان اسيب الفن والتمثيل وودي امي المسنة اللي كان عندها شلل عند اختي فاطمة او دار مسنين. قلت له بتقول ايه يا حبيبي، سمعني كده تضربه بالتليفون على نافوخه، راح مطلقني. قصة غريبة قوي الصراحة. والاغرب بقى في القصة دي ان عبد الناصر بنفسه كلمني وقال لي انه مستعد انه يصالحنا على بعض، لكن انا رفضت وقلت له ده عايزني اسيب شغلي وارمي امي. قال لي اعتبر ان المكالمه دي ما حصلتش، وانا ما وقفتش بتعليم لغايه الابتدائيه، بس كنت متطلعه جدا ان اطور نفسي. وفي يوم قابلت الدكتور طه حسين وقلت له يا دكتور طه، قال لي الصوت ده انا عارفه. قلت له انا مش هتعبك في التفكير ده كتير، انا زينات صدقي وما اخدتش الابتدائيه بس، انا جايبه مدرسه بتعلمني الفرنساوي والاتيكيت، وانا سعيده قوي اني قابلت. قال لي باسلوبك ده تاخدي دكتوراه في الادب والاخلاق والالقاء، وليا الشرف ان قابلتك وبس ايدي كمان. وفضلت افتخر بالموقف ده طول حياتي. اشتغلت بعد كده سنين طويله وعملت اكتر من 400 فيلم، كنت بعمل اكتر من 20 فيلم في السنه، لكن طبعا مفيش حاجه بتبقى على حالها. امال ايه، وكبرت ومفيش حد بقى يطلبني في شغل، وتعرضت لأزمة مالية كبيرة قوي بسبب مبلغ كبير فرضته الضرايب عليا، وصل ل20,000 جنيه في أواخر الستينات، وده كان مبلغ خرافي وقتها. دفعت كل اللي ورايا واللي قدامي وبعت ذهبي كله، والله زي ما بقولكوا كده، وكل السجاد العجمي اللي كان في بيتي والفازات والانتيكات. وبنت اختي نادرة كانت بتشتغل ماكيرة وكانت بتساعدني في تسديد ديوني، لكن ما كانش حقيقي ان بعت عفش بيتي ونمت على الارض زي ما قالوا. انا عشت على العفش ده لحد ما اتهلك فعلا، وفضلت عايشة في بيتي في شارع عماد الدين، وكانت حفيدتي تقولي روح انقبت التلفزيون وريهم وشك عشان يفتكروكي. كنت اقول لها تردلي الاهانة، في العمر ده اسمي زينات صدقي، ده انا عملته بدمي واعصابي وعمري كله، ولا يمكن افرط فيه. الناس كلها عارفة مكاني وتليفوني، اللي عايزني هيكلمني. انا عمري منزل اتسول واقول انا اهو. يمكن من اصعب واخطر الاشاعات اللي تعرضت لها اشاعات اني اتحولت لليهودية، والدكتور محمد الغار للأسف حط اسمي من ضمن الفنانين اليهود في كتاب يهود مصر في القرن العشرين، لكن طبعا كانت معلومة غلط تماما. انا عشت ومت مسلمة، واعتذر الدكتور محمد على الغلطة دي وصلحها في الطبعات التانية. انا كنت بحب اشتري المصاحف وهادي بها جيراني واحبابي، لدرجة كنت بهادي جيراني المسيحيين واولادهم ومحتفظين بيه لحد دلوقتي، مسميينه مصحف زينات، وكنت كل ما اقرا جزء في المصحف بتاعي اكتب ورقة وادعي ربنا بيها في حاجة ان ربنا يفتحها في وشي، يا رب هاتلي شغل، يا رب ارجع اشتغل واسدد ديوني، يا رب اتحنن عليا صاحب البيت خليه يصبر على الايجار المتاخر. وفي سنة 1976 كرمني السادات في عيد الفن واداني معاش استثنائي 1,000 جنيه في الشهر، وقتها ما كانش عندي حاجة اروح بيها التكريم ده، وادوني جيبة وبلوزة عشان اتكرم بيها وارجعها تاني، لكن الكلام ده ما كانش صحيح. انا كنت فعلا عايزة اعتذر عن التكريم لان ما كانش عندي لبس يليق بالمناسبة، وفي الاخر قلت انا البس حاجة بسيطة، وقلت خليني على طبيعتي احسن. وتوفيت 2 مارس سنة 78 بعد ما جات لي مية على الرئة، وتحايلت عليا بنت اختي اكلم الرئيس السادات اللي اداها رقمه الخاص عشان تكلمه لو احتاجت اي حاجه، لكن انا رفضت. قلت لها انا هموت نفسي لو كلمتيه من ورايا، هو الرئيس هيسيب مشاكل البلد ويفكر في مشاكل الفنانين. واسخف ما في الاشاعات اللي طلعت عليا بعد ما مت اني اتدفنت في مقابر الصدقه، وده برضو ما كانش صحيح لان كان عندي مدفن شارياه ايام العز، وفي اخر ايامي قلت للتراب ان المدفن ده لكل الغلابة، مسلم مسيحي يهودي وكل اللي ملهوش مكان يدفن فيه، وكتبت على المدفن مدفن الصدقة وعابر السبيل، وهو ده السبب اللي خلى الناس تفتكر ان اتدفنت في مقابر الصدقة.